القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى إنما وضعت لحمايتك أيها الإنسان، لحمايتك من الأمراض، من الهموم، من الاكتئاب، من المشاكل. الذي يلتزم بهذه القوانين لابد أن يعيش في الدنيا حياة طيبة ويكون في الآخرة من المفلحين، وكل من يخالف هذه القوانين سوف يتعرض لما نراه اليوم. الدولة رقم واحد اليوم أيها الأحبة في حوادث الاغتصاب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأكثر تطوراً وتقدماً وانفتاحاً. فعندما خالفوا قوانين القرآن ووضعوا قوانين تبيح الزنا، تبيح الفاحشة، تبيح المثلية الجنسية، تبيح كل شيء، دعوني أتأمل معكم ماذا كانت النتائج المرعبة لهذه القوانين التي استبدلوا بها قوانين الله سبحانه وتعالى بقوانين بشرية. دعوني أتأمل معكم من خلال هذا الفيديو آخر الدراسات العلمية عن ظاهرة الاغتصاب التي بدأت تغزو العالم اليوم. طبعا كما تقول الإحصائيات إن الدولة رقم واحد في عدد جرائم الاغتصاب هي الولايات المتحدة الأمريكية، تليها دول متقدمة مثل فرنسا وكندا وبريطانيا. أما السويد فقد صنفت الدولة الأوروبية رقم واحد في مجال التحرش والعنف الجنسي. تقول أحدث الإحصائيات إنه في كل 98 ثانية هناك اعتداء جنسي في أمريكا، لذلك نجد أن امرأة من كل 6 نساء تم اغتصابها. سبحان الله، لقد انتشرت ثقافة العنف الجنسي في أمريكا وأصبحت الاعتداءات الجنسية أمرا مألوفا في البرامج التلفزيونية، مقاطع اليوتيوب، بالإضافة للقصص والأحداث اليومية لتحرش أطباء ومدربين وفنانين، وانتهاءا برئيس الولايات المتحدة الذي اتهم بالتحرش الجنسي أكثر من 15 مرة. طبعا أنا أنقل من مواقع علمية عن آخر الإحصائيات حسب منظمة الأمم المتحدة وحسب موقع CDC المختص بالأمراض الجنسية ومواقع شهيرة أخرى. تقول هذه الإحصائيات أيها الأحبة، هناك منذ عام 1998 حتى اليوم أكثر من 17,700,000 امرأة تم اغتصابها في أمريكا، و 99% من مرتكبي جرائم الاغتصاب أحرار. وتقول هذه الإحصائية 13% ممن نجوا من الاغتصاب حاولوا الانتحار. وتقول أيضا هناك تكلفة وخسائر للاغتصاب كل عام في أمريكا تقدر ب 127 مليار دولار ما عدا اغتصاب الأطفال، وهناك 750 مليار دولار تكلفة الاغتصاب عام 2008 في أمريكا فقط نحن نتحدث، وهناك 321,500 ضحية اغتصاب كل عام، و 80,600 عملية اغتصاب تحدث داخل السجون، وهناك 2,780,000 عدد الذكور الذين تم الاعتداء الجنسي عليهم أو محاولة اغتصابهم. هناك اغتصاب للأطفال أيها الأحبة أيضا، 25% من الفتيات تحت سن 18 تم اغتصابهن، و 16% من الفتيان تحت سن 18 تم اغتصابهم أيضا، وهناك 12.3% من الفتيات التي تم اغتصابهن تحت سن 10 سنوات، و 27.8% من الفتيان تم اغتصابهم كانوا تحت سن 10 سنوات، و 34% من مجرمي اغتصاب الأطفال هم من نفس العائلة، أي ما يسمى بزنا المحارم. تصوروا هذه النسبة المرعبة أيها الأحبة، تصوروا كيف أن مجتمعا مثل مجتمع الولايات المتحدة الأكثر تقدما كيف يعيش في ظل هذه الجرائم وهذه الحالة النفسية. لذلك حسب موقع CNN يقول كل عام هناك أو لدينا حسب آخر إحصائية 27 مليون أمريكي يتلقون علاجا من الاكتئاب بسبب هذه الظاهرة. ماذا نتج
نتيجة التخلي عن قوانين الله سبحانه وتعالى؟ ما هي نتيجة البعد عن الالتزام بقوانين الخالق عز وجل؟ هذه هي النتائج أيها الأحبة كما رأينا الآن. لذلك القرآن الكريم أعطانا العلاج قبل وبعد، يعني منذ البداية قال لك القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قطع عليك الطريق منذ البداية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم المرحلة الثانية ماذا قال لك القرآن؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني مجرد الاقتراب لا تقترب. حتى عندما يقع الإنسان في الفاحشة لم يتركه الله تعالى، قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن حتى بعد أن ترتكب الفاحشة الله لم يترك هذا الإنسان، بل أعطاه علاجا أن يستغفر ويتوب إلى الله ولا يصر على ما فعل. وأخيرا من أجل أن ترجع إلى الله ماذا قال تعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني انظروا أيها الأحبة، الإسلام لا يترك الإنسان أبدا في كل ظروفه في كل حياته، يعزز لديه الإيمان، يعزز لديه الثقة بالله، يمنعه من اليأس. لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه هي عظمة الإسلام، دين الطهارة، دين العفة، يحرص على الإنسان حتى لو أخطأ وارتكب الفاحشة يحرص عليه ويجعله يعود ليتوب ويستغفر ولا ييأس من روحة الله من رحمة الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أيها الأحبة، ألا يستحق هذا الدين الحنيف أن نتبعه بكل التفاصيل التي جاء بها؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يعني كل إنسان تصبح معلومات القرآن وتعاليم القرآن منهجا له في حياته، لا ليس مجرد أن يقرأها بل تصبح منهجا له في حياته.